أهلا وسهلا بكم متابعي قناة منتدى جازان ثقافة وأدب على اليوتيوب. يطيب لنا متابعينا الكرام أن نستضيف معكم الليلة في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا ضيف الليلة، ناشطة في مجال العمل التطوعي وإعلامية لها دورها البارز من خلال عضويتها بالمركز الإعلامي بمحافظة العيدابي. رحبوا معي بالأستاذة فاطمة غزواني صاحبة متحف تراثيات بلغازي. أهلا وسهلا بك أستاذة فاطمة، وسؤالنا الأول نبذة مختصرة عن فاطمة غزواني، من هي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والله يمسيكم بالخير والمسرات جميعا، أخوتي أخواتي في منتدى جازان ثقافة وأدب. فاطمة الغزواني إنسانة بسيطة جدا. فاطمة أحمد جابر غزواني، مواليد بلغازي، زوجة وأم لستة من الأبناء. من المتعارف عليه في محيطنا النسائي أن اهتمامات المرأة تدور حول التجميل والأزياء، والآن تتجه الأضواء نحو الرياضة. القلة القليل منهن من تهتم بالتراث وانتقائه، فأنت يا أستاذة فاطمة إحداهن. من خلال هذا اللقاء نود أن تحدثينا عن بداية انطلاقك في مجال التراث، كيف كانت البدايات؟ لا شك أختي مريم أن لكل إنسان يعني شيء من الأشياء اللي هو يهتم فيها، ولكل إنسان سبحان الله يعني أشياء اللي هو يحب يعمل فيها من هذا المجال أو من هذا المنطلق. بدايتي يعني في الأشياء التراثية، هو طبعا عندنا في المحافظة حنا درجنا وترعرعنا وسط هذه الأشياء، حافظنا على اللي قدرنا نحافظ عليه من مدة طويلة، يعني ما أقدر أحدد لك والله وقت زمني. البداية الفعلية والتفكير بجمع المقتنيات التراثية لعودتها إلى الساحة تقريبا من 10 سنوات، وكنت والله عايشة بالرياض وأحتفظ ببعض الأشياء وأجمعها عند الوالدة، ولما أجي الديرة أتفقدها وأحرص على نظافتها وأخليها في غرفة مسكرة عند الوالدة الله يطول بعمرها. فبدأ شغف يعني صراحة من الصغر بالأشياء التراثية، لدرجة أن الأهل وجماعتي ما شاء الله عليهم صاروا أي شيء ما يبغونه يعطونه فاطمة غزواني، صرت أجمع في الغرفة هذه اللي عند الوالدة، ولما أجي يعني أتفقدها صراحة من منبع حب. تأخذ معك عناء انتقاء القطعة في اختيارها وكذا وتجميعها، يأخذ وقت معك والله الموضوع بسيط؟ بالعكس، الموضوع ما هو بسيط، والمقتنيات التراثية يعني ما هو بسهل الحصول عليها وجمعها، بعضها لو كانت ما هي موجودة عندك فأنت تبحثي عليها وتأخذ منك وقت طويل لجل تجديها، وأحيانا تجديها فتكون بمبالغ عالية ما تقدري تأخذيها، وإن أخذتيها تكون مكلفة بنفس الوقت. فاطمة، كونك إعلامية هل خدمك ذلك في مجال التعريف بالمتحف؟ أكيد أن المجال الإعلامي يخدم في مجال التعريف بالمتحف، مقتنيات المتحف، كما أنه يخدمك حتى في اللهجة والتعريف بالقطعة بشكل يعني مقبول. فبعض يعني الأشياء تحتاج منك دقة في التعريف، فالإعلام صراحة يخدمك. سؤال لك ضيفتنا من الدكتور مكي، يقول فيه: سؤال للأستاذة يسبقه إشادة بالجهود التي تذكر فتشكر. السؤال: وأنتم تراقبون رقي وتطور المتحف من أول خطوة، ما مدى رضاكم وما هي خطوتكم المستقبلية؟ حي الله الأستاذ مكي، وأكيد أن الإنسان يعني ما يرضى بالشيء على مستواه اللي الحين، أكيد نطمع للأفضل وإن شاء الله أن في خطوات أجمل وخطوات تدعم برضو المتحف. فتعرف في اليوم يعني أنت ما تستمر على رتم محدد، لازم أنك ترتقي بالشيء من الأفضل للأفضل وتواكب يعني العصر. تراثيات بلغازي، سبب تسمية المتحف بهذا الاسم هل هو ولاء وانتماء للمكان، أم أنه يحمل في طياته رسالة تودين وصولها لغير المهتمين بهذا المجال؟ تراثيات بلغازي أكيد أنه حب ولاء، فأغلب ما جمعنا في هذا المتحف يمثل محافظة العيدابي بلغازي، رغم أننا حاولنا أني أجمع فيه التراث القطاع الجبلي
والتراث المنطقة كاملة. فعندنا يجمع بين السهل والجبل، فالاسم ممكن انه انتماء وممكن انه ليكون انطلاقة لتعريف بما عندنا وما يوجد عندنا من التراث. عند الإعداد لهذا البرنامج يا أستاذة فاطمة، عندما نظرنا إلى سيرتك وجدنا لديك اهتمام ببعض الدورات التدريبية. الالتحاق بهذه الدورات في مجال إعلام وتجارة، يعني ما يخص العمل الذي أنت تعملين به الآن، فهل فعلا نحن نحتاج إلى زيادة في الذخيرة الثقافية في عملنا الذي نعمل به؟ أكيد يا أستاذة مريم، إن إحنا كل ما حصلنا على خبرة في مجال عملنا وتعرفنا على أشياء أكثر وأكبر إنها تخدمنا في مجال العمل نفسه. أنا أكثر شيء يعني حاولت إني آخذ فيه دورات هو المجال التجاري، وأنا أعمل في هذا المجال كوني صاحبة محل. صح إنه محل بسيط وعبارة عن محل أسرة منتجة، ولكن الحمد لله تلقيت عبر الدورات هذه أشياء كثير فادتني بصراحة. وأشجع كل إنسان له اهتمام في شيء معين أن يأخذ فيها الخبرة الكافية حتى يدعم يعني قدراته ويدعم أي المجال اللي هو يشتغل فيه. من خلال خبرتك في مجال العمل التطوعي، كيف تشاهدين نشاط العمل التطوعي في منطقة جيزان الآن؟ هل توسع أم ما زال محدود؟ من خلال يعني ما شاهدته أنا في المنطقة، بالعكس هو توسع. وبعد ما صار في مظلة اللي هي المظلة التطوعية، المنصة التطوعية محسوبة ساعات العمل برضو للفرد أو المتطوع، شفت صراحة يعني إن في انخراط في هذا المجال كبير من خلال المشاركات اللي شاركتها على عدة والله مستويات. إني أشوف إقبال حتى من الجيل الصغير اللي هم يحتاجون أساساً لساعات تطوعية. لديك ترحيب يا أستاذة فاطمة من الأستاذ محمد عطيف. مرحباً يا راعي في رأس قمة، مرحباً يا راعي في رأس قمة، مرحباً يا روح تتواجد بهمة حاملة هم الجبال. في فنون المعرفة سخرت جهدك، كل أهل الإرث في صفين بعدك كأنك أنت المستحيل. أرحبي بنت الجبل في جو حالم، مثل باقة متحفك حاوي المعالم والسير من كل لون في قروب أهل الأدب وأهل الثقافة. مرحبا يا فاطمة باسم الأصالة، أشهد أنك مبدعة في كل حالة حتى في غير التراث. يا عصامي يا بنت أسرة ومتحف، وانتقت مشروع قدمها وأنصف بين كل الحاضرين. انت أثبتي لنا قوة طموحك، واكتشفنا روحك تتواجد بروحك وانت في أصعب مجال. الشكر يا فاطمة مليون مرة، صدقي الغزوان يا طلت المجرة، في تواضع واحترام يا هلا مليون في نادي الثقافة. الأستاذ محمد عطيف الشاعر الأنيق اللي صراحة كلماته تطرب، شكرا لك والله من الأعماق، وأشكرك يعني كثير الشكر حتى على حضورك عندي بالمتحف. فأنت يعني مصدر الجمال في كل شيء، وحنا والله ما حنا بجنبك إلا نقطة في بحر، فكل الشكر والله لك. هل يوجد أحد من أبنائك تجدين فيه أنه مستقبلا سوف يكون له دور في مجال الاعتناء بالتراث كما أنت اليوم عليه؟ نقول إن شاء الله إني وجدت ولمست في معظم الأبناء، ولأني أخليهم مشاركين معي في كل صغيرة وكبيرة، لدرجة إني أخذهم معايا المتحف ويصوروا ويتحركوا ويتعرفوا على المقتنيات ويعرفوا كيف إنها أجت وما أجت بالسهولة طبعا. فحسيت والله في أكثر من واحد إلى تقريبا 3 أشخاص بإذن الله من بعدي إنهم يواصلوا المسيرة. نصيحتك للمبتدئين في هذا المجال، إيش الواجب عليهم يقدموه؟ هو ما في شيء يعني واجب عليهم يقدموه، بس إنهم يحاولوا أن يجمعوا الأفضل والأفضل كي يقدموهم. فأنت والله إن حرصت على هذا الشيء بإذن الله إنه هو يقدمك قبل ما أنت تقدمه.
فاللي مبتدئ يحاول ويحرص على الأشياء اللي فعلا لها قيمة في المجال التراثي، لأن لو لاحظنا في أشياء كثير دارجة ما تمثل الأشياء التراثية يعني بصلة، فاللي ما عنده برضو الخبرة الكافية يخلط بين هذا وذاك. احنا عندنا شقين المجال التراثي، فيه التراث دارج وفيه أثري، فالإنسان لازم يفرق بين هذا وذاك ويحاول بقدر الإمكان أن يجمع القيم، فهو أفضل شيء بيقدمه، أو يعني هو العكس إنك تقدمه ويقدمك. أنا أنه كل ما قدمت الأفضل سوف تكون أنت الأفضل في هذا المجال. هو أنت يعني لما تقدم الأفضل أنت تقدم رسالة بأنك يعني لو جاك أحد يشوف شيء فعلا يعني ذو قيمة عالية، ذو قيمة تراثية، أما أني أجيب أي شيء دارج وأقنع الناس فيه إنه يعني شيء من الماضي، وهو يعني بالعكس لازال شيء يعني موجود في الساحة. أهم صفة يجب على صاحب المتحف أن يتحلى بها. بالنسبة لي أشوف أن أهم صفة أن يكون ملم بالأشياء الموجودة عنده، إلمام حقيقي. فتجدي ناس كثير لما تزوري حتى المتحف يوضع لك أشياء ما يعرف يشرح عليها، يقول لك والله هذه لقيناها من هنا ومن هنا وحطيناها. طيب أنا عطني الاسم، عطني الاستخدام، عطني لو سألت في ماذا استخدمت، من وين، كيف تصلح يعني. فكثير منهم يجمع الأشياء ويحطها لك كذا بدون ما يكون عارف هذا المجال. فهم الصفة أن يكون الإنسان يعني على ثقافة ومعلومات كافية، بحيث هو نفسه يعني يقدر يشرح على الأشياء بشكل مفهوم للناس وشكل حقيقي. بعد هذا الجهد العظيم الذي قمت به خلال هذه الفترة من حياتك، كيف تجدين وضعك الآن؟ هل وصلت إلى الرضا؟ أم ما زال لديك شيء سوف تقدميه مستقبلا؟ من مجال الرضا أكيد أن الإنسان لا يكتفي بالشيء، سبحان الله طبيعة في ابن آدم، إنما يكتفي بالشيء اللي وصل له، ولما يوصل يحاول يبحث عن الأفضل. حنا بنقول بنستقر على الشيء ولكن بنطور فيه، فالوصول للشيء نفسه ما هو بسيط صراحة، يوصل الإنسان عقب جهد ومدة طويلة، ولكن التطوير واجب وشيء مهم، أن الواحد لازم يواكب العصر اللي هو فيه. وزي ما تعرفي حنا في زمن تطور بين عشية وضحاها، تشوفي فرق كبير، فالواحد لازم ما يتوقف على شيء محدد، كان قادر على العطاء وحسب الإمكانيات. سؤال لك أستاذة فاطمة من الأستاذ ياسر الجعفري. الأخت فاطمة غزواني مثال حي للإنسان المكافح الشغوف المثابر، وظهر ذلك جليا من خلال متحف تراثيات بلغازي الذي يحوي الكثير من القطع الأثرية والتراثية. سؤالي، ما هي أندر قطعة في متحف تراثيات بلغازي؟ وحبذا لو ترسل صورة لهذه القطعة. حي الله الأستاذ ياسر جعفري. بالنسبة والله للقطع هي عندي كثيرة صراحة، عندي حول 60 إلى 70 قطعة بما فيها العملات نادرة وأثرية، وعندي قطعة هي عبارة عن مطحنة قديمة طبعا، صراحة ما نعرف لها تاريخ، لكن لقينا مماثل يمكن نقول إنها أقدم قطعة موجودة بالمتحف. طبعا هذه هي القطعة الموجودة، وهي فعلا مطابقة لما في الصورة اللي هذه المجسم يعني كأنه يطحن عليها. هذه أقدر أقول لك بما إنها برضو حجر نقول لك إنها أقدم قطعة يعني موجودة. ودي والله أنا وأطالب إنه يعمل عليها يعني بحث لمعرفة الحقبة الزمنية. بالنسبة للقطعة هذا أختي مريم، هي مطابقة لما في المجسم، لكنها في التصوير هنا مسطحة، هي من الخلف مطابقة بالفعل لما في الصورة، بس إن تصويرها الحين معطيك إياها وهي مسطحة. هي فعلا تحتاج القطع الأثرية لديك في المتحف إلى مختصين لكي تتعرفي على متى وجدت هذه القطع، تاريخها، لك اتصالات بالمعنيين في هذا المجال؟ أكيد لنا تواصل مع المعنيين في هذا المجال، وإن لهم يعني جاية عندنا على المتحف وتقييم هذه الأشياء،
فإن شاء الله إنهم يعني يعطونا المعلومات الحقيقية، لأن عندنا قطع بعضها مطموسة المعالم فما هي محددة لا بتاريخ ولا شيء، أكيد إنهم يعني لهم معرفتهم الأكثر منا ويعطونا يعني العلم فيها، بحيث ندون كل هذه الأشياء والعمر الزمني على كل قطعة موجودة. كيف توفقين بين عملك في مجال التطوع وفي المجال الإعلامي وكذلك الاهتمام بالتراث وكونك ربة منزل أكيد إن وأم؟ يعني التوافق بين كل هذه الأعمال تحتاج إلى جدول مرتب وعمل يعني منظم، فالحمد لله إني أحاول جاهدة أن يكون في يعني جدول لهذه الأعمال، ويكون جدول منظم مرتب بالمواعيد، بالإضافة إلى البيت والأسرة، فكل ما كان عملك منظم كل ما هون عليك الشغل يعني في هذا المجال. عندي بالمتحف كم كبير يصعب علي أنا صراحة، مهما بحثت ومهما حاولت إني أحدد يعني الزمن أو العمر، لأن زي ما قلت لك بعضها مطموسة المعالم. سؤال لك من الأخت أم ماجد، أهنئك أستاذة فاطمة على هذا المجهود والجهد والتميز الذي منذ عرفتك وأنت متقدمة في كل شيء بطيبتك وحسن تعاملك وجهدك دون أن تنتظري أي شكر أو مكافأة من أحد، أسأل الله لك التوفيق والنجاح. سؤالي، ما هو مشروعك القادم الذي يدور في مخيلتك لإكمال ما حيا الله أم ماجد، وأكيد إن أم ماجد إنسانة مجتهدة صراحة، مهما اجتهدت بصراحة أشوف اجتهاد أم ماجد أكبر من ما عندي من اجتهاد. حاليا ما في مشروع قادم، هو المشروع المتحف هذا بإذن الله إن احنا نطور فيه بحيث نوفر أشياء حلوة لأجل السياح زوار المتحف، يعني بإذن الله بإذن الله نحط جلسات حلوة، نضيف في المكان شيء يكون عليه إقبال بحيث يساعدنا على الاستدامة، ويكون منه دخل مردود نقدر نواصل فيه لمدة أطول من هذه إن شاء الله. تعرفي أختي مريم إن اليوم يعني أي عمل عندك ما فيه استدامة أكيد إنه بيكون بيتوقف يعني في المستقبل وما يمشي معك إلى مدى طويل، فالاستدامة ودعم أي مشروع عندك بإضافات جاذبة هو يعني شيء يعتبر إضافة ويعتبر وسيلة جذب ووسيلة دخل في المستقبل. صحيح ما تفضلت به أستاذة فاطمة، وفي ختام برنامجنا لهذه الليلة نشكر الأستاذة فاطمة غزواني صاحبة متحف تراثيات بلغازي، ونشكركم متابعينا على الاستماع والإنصات، وفي لقاء يتجدد معكم مع ضيف جديد في برنامج ضيف الليلة. شكرا لك أختي مريم، وشكرا لجميع أعضاء منتدى جازان ثقافة أدب، هذا المنتدى اللي صراحة أنا أشوفه بيت الثقافة.